السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوان وبياكم إن شاء الله بإذن الله. اليوم بنتكلم حول تكملة لأحد مواضيع منها كومتيا نتورك بلس. فاليوم بنتكلم حول الوايرلس نتورك ستاندرد. في الحلقة اللي فاتت نحن تكلمنا عن الوايرد نتورك ستاندرد، وإن شاء الله في هذه الحلقة بنحاول نوضح بعض المفاهيم أو بعض الأساسيات التي تتعلق في منهج أو الواجب يعني معرفتها او الواجب يعني درايتها في منهج كومتيا نتورك بلس. على بركة الله نبدأ. طيب شباب، حقيقة احد انواع الوايرلس اللي نحن نستخدمها عبارة عن الانفراريد او ما يسمى بالاي ار. حقيقة طبعا نحن لما بنتكلم على انفراريد او بنتكلم على اي ار، هو عبارة عن احد انواع الشبكات اللاسلكية، عبارة عن الوايرلس ما تسمى بالبان Personal Area Network، بمعنى الشبكات المحيطة الشخصية. حقيقة مبدأ الانفراريد يشتغل على مبدأ اللي هو LOS اللي هي Line of Sight، يعني مبدأ خط الرؤية. هذا الشيء كثير من التقنيات وكثير من العلوم ترتكز على مبدأ خط الرؤية، مثال الأقمار الصناعية. عادة القمر الصناعي لازم يكون مقابل للمحطة الأرضية اللي موجودة على الأرض، فعشان كده القمر الصناعي يدور ضعف معدل دوران الأرض حول نفسه، لأنه حقيقة الأرض بتدور دورتين، دورة حول نفسه ودورة حول الشمس. فلازم القمر الصناعي يدور ضعف هذه الدورة حتى يكون على خط مباشر أو على تماس مباشر، على 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 تقابل مباشر بين القمر الصناعي وبين المحطة الأرضية. هذه محطة أرضية، والقمر الصناعي لازم يكون مقابل لها حتى تحصل عملية إرسال وعملية استقبال للداتا. طيب، فكمان نفس الشيء الآير، فعندي طرف اسمه سيندر وعندي طرف تاني اسمه ريسيفر. حقيقة هناك نوعين من الانفراريد أو نوعين من الآي آر. عندي آي آر يشتغل عن طريق تكوين يعني شعاع او بيم حاد، يعني بمعنى من يسموها بوينت تو بوينت بيم، يعني من نقطة إلى نقطة. فهذا زمان كان موجود حتى في الجوالات، فتحتاج جهاز يكون مقابل له حتى يسوي عمليات الإرسال at one time وعمليات الاستقبال في مرة تانية. طبعا أقصى مسافة بتكون ما بين السندر والريسيفر هي عبارة عن 1 متر في الاي ار، واقصى سرعه ممكن يبلغها اللي هي 4 ميجا بايت بير سكند. وفي حقيقه انواع من الانفراريد بتسوي عمليه بك، بمعنى مش بشكل حاد، ما توقفش الشعاع من نقطه الى نقطه، بتسوي عمليه بك ما بين السندر وما بين الريسيفر. وهذا عاده بعض الانفراريد اللي تستخدم في مساله الهوم توتر او مساله النظام العرض المنزلي، اللي يعني ممكن تتحكم في التلفزيون، ممكن تتحكم في السبيكر، الى امور زي كده. فهذا كان موضوع الانفراريد. نروح على الوايرلس ارتكشر. حقيقة ايش هو الوايرلس؟ قبل ما نتكلم على الوايرلس، معروف ان الوايرلس يشتغل عبر حاجة اسمها بروتوكاستنج. فالبروتوكاستنج موجود في الواير نتورك وفي الوايرلس نتورك، بس في الوايرلس اسمه مختلف، اسمه سبريد سبكتم كده يعني. Spread Spectrum بمعنى شعاع الطيف. في ايش اللي بيصير او كيف اشتغل؟ بكل بساطة مثال، عندك راديو ستيشن، عندك هنا انت مسجلة مثلا، عندك هنا انتينا اريال، وعندك هنا المحطة الإذاعية. فهو يسوي بعملية سبريد سبكتم، هذا ما يقصد بعملية السبريد سبكتم. طيب شباب، وحقيقة هناك يعني مجموعة من الأمور التي يجب أن توضح في الوايرلس. كأول نقطة، عندي نوعين يعني من الإشارات أو من الشانلز. أول شيء ما يسمى بالإف
اتش اس اس فريكوانسي هوبيز سبليت سبكتم. ده النوع الاول. وعندي النوع الثاني اسمه دي اس 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 تريبل اكس اللي هو دايركت سيكونس سبليت سبكتم. الفريكوانسي هوبيز سبليت سبكتم كيف يشتغل او كيف طبيعه او اليه عمله؟ تشتغل على النحو التالي. اول شيء هنا عندك سيندر وهنا عندك ريسيفر، وهذا عبارة عن الشانلز. فهو يقوم اول مرة يسوي في الشانل الاولى يسوي ارسال، والشانل بعدين يقوم بعملية ارسال في الشانل الثانية، وبعدين يقوم بعملية ارسال في الشانل الثالثة، وعملية ارسال في الشانل الرابعة، والعكس. ولما بيستقبل الطرف ده بيستقبل بالشانل الاولى بالشانل الثانيه، يعني واحد ورا الثانيه. اما في مساله الدي اس اس اللي هو الدايركت سيكونس سبليت سبكتم، فهو حقيقه بيشتغل بالشكل التالي. فعندك هنا سيندر وعندك هنا ريسيفر، فيقوم بعمليه الارسال بنفس اللحظه، مش 1 باي 1، يعني في وقت واحد بيسوي عملية إرسال الداتا أو عملية إرسال البيانات، وبنفس اللحظة بيسوي عملية استقبال الداتا أو عملية استقبال البيانات. نشوف كيف بيشتغل. طيب شباب، نرجع، محتاجين تبويب جديد. معي نوعين من عملية النت أو تقنيتين تستخدم في الوايرلس نتورك. اول شيء ما يسمى بالاد هوك. فنحن محتاجين نوضح الاد هوك، فكيف شغال الاد هوك؟ اول نوضحها بشكل افضل، ناخذ هنا اد هوك، ده التقنيه الاولى او النوع الاول، وهنا انفراستراكشر. مود، وهنا اد هوك مود. عندي الاد هوك وعندي الانفراستراكشر، عندي نوعين في الوايرلس تكنولوجي. نشوف النوع الاول. عندي كمبيوتر مزود بوايرلس انتينا او وايرلس نيك، وعندي جهاز ثاني هنا، وهنا جهاز ثالث، وهنا جهاز رابع. فهو اد هوك اللي هو عبارة عن 1 باي 1، او ما يسمى في النتورك هذا الشيء في الواير نتورك عبارة عن الميش. الميش كل واحد متصل. طيب يعني بمعنى كل كمبيوتر بيتصل من نقطة لنقطة، point to point، اسمه الاد هوك. هذا النوع بيستخدم نوع من الموجات اللي هي عبارة عن ايش؟ نحن لما اجينا نتكلم هنا فقلنا عندي نوعين، الاف اتش اس اس، فهو يرسل 1 باي 1 صح؟ فاذا في تقنية الاد هوك استخدم الاف اتش اس اس. اوكي؟ ده نوع من الموجات. في الانفراستراكشر عندي ديفايس ما يسمى بالواب والوايرلس اكسس بوينت. كمبيوتر A، كمبيوتر B، كمبيوتر C، كمبيوتر D. فكل واحد منهم متصل مباشرة إلى الموزع المركزي أو ما يسمى بالأكسس بوينت. هذا في النتورك اسمه ستار، في الشبكات السلكية. وهذا النوع نحن تكلمنا عن النوع أو على الإشارة الثانية اللي هي عبارة عن دي تربل إكس تربل إس عفوا، اللي هي عبارة عن الدايركت سيكونس سبيد سبكتم. إذا هذا يستخدم ذا النوع من الإشارة، هنا بيستخدم دي اس 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 لانه بيرسل
بنفس اللحظة على أكثر من شانل، فبيتمكن أكثر من كمبيوتر إنه إيش يشتغل، يرسل ويستقبل بنفس الوقت. ده مفهوم الأد هوك والإنفراستراكشر، ده نوعين من النتورك. طيب حقيقة هناك يعني أو ما يسمى بال CSMACD كان في الواير، لكن في الوايرلس عندي ال CSMACA حقيقة، اللي هو عبارة عن ال Carrier Sense Media Access Collision Advisor، بمعنى إيش؟ Avoids، عفوا حقيقة يعني نشوف كيف بيشتغل أو كيف بيسوي. يعني أنا أقول لك بكل بساطة أو طبيعة العمل كيف بتتم في الشبكات السلكية، كان إنه الجهاز إيه يقوم بإرسال باكيت، الباكيت هذا يقوم بعملية تصنت على سلك الشبكة ويشوف هل في جهاز تاني بيسوي عملية إرسال أو لا. في حالة كان الشبكة خالية يرجع الباكيت إلى الجهاز ويقول له الشبكة خالية، يعني توكل وأرسل الداتا. بس كانت المشكلة إنه لما يكون اتنين من الأجهزة بنفس اللحظة يتولوا عملية إرسال باكيت، يسوي عملية ليسنينج على النتورك، فكانوا يرجعوا إلى الأجهزة ويخلوهم يرسلوا، وكان يحصل عبارة عن إيش؟ كوليجن، يعني عبارة عن تصادم. هذا كان بالـ CSMACD، لكن بالـ CSMACA بكل بساطة كل جهاز يقوم يعني يقوم بإرسال إشارة أو يقوم بإرسال باكيت يعلن نيته عن إرسال الداتا أو إرسال البيانات، وهذا ما يسمى بالريفرزيشن. بالضبط، وهذا ما يسمى بالريفرزيشن. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ بمعنى بيسوي عمليات يعني إعلان أو عملية إشهار للأجهزة إنه أنا في نيتي أقوم بإرسال داتا، بإرسال بيانات، فجميع الأجهزة تتوقف عن عملية الإرسال ويتولى عملية الإرسال هم. بس كمان كانت يعني نفس المشكلة توقع لنا، تخيل انه في جهازين قاموا بارسال يعني اشارة حجز في نفس الوقت. هذا الشيء بيؤدي الى ايش؟ بيؤدي لحصول تصادم بين الاشارتين، وبيتولى الجهاز ارسال محاولة مرة ثانية، ولكن حقيقة هذا الامر يقلل في من عملية التصادم اكثر من مسألة الـ CSMACD، ولكن لا يمنع حدوث التصادم اطلاقا. بمعنى مسألة التصادم او عملية التصادم في الشبكات اللاسلكية موجودة، مش انها يعني تم الانتهاء منه او حاجات زي كده. طيب بالنسبة لموضوع الديفايزز انا بقول لك بكل بساطة هناك مجموعة من الامور التي يجب ان تتوفر عشان تقوم بربط أو إنشاء شبكة لاسلكية، وهي على الشكل التالي. بقول لك أنا بكل بساطة، لازم يكون عندك كمبيوتر، طبعا هنا عندي USB دبليو لان، USB وايرلس لان، وايرلس نتورك، وممكن كمان يكون النك عبارة عن ايش؟ بلتين، يعني مستب على بي سي اي او بي سي اي اي او اي ام ار، اوكي، او عفوا او سي ان ار، كوميونيكيشن اند نتورك ريزر. واذا كان لابتوب ممكن يكون بي سي ام سي اي اي، وممكن يكون كمان بلتين. شيء الشيء الثاني في الشبكات السلكية عندنا سويتش وعندنا هب، بس في اللاسلكية عندنا جهاز اسمه الواب، بمعنى Wireless Access Point، فهو عبارة عن مجمع مركزي، بمعنى جميع الأجهزة الموجودة على النتورك تتصل عبر جهاز من جهاز الواب هذا. أوكي، يعني دي مجموعة من الأمور أو مجموعة من الأجهزة التي يجب أن تتوفر في الشبكات اللاسلكية. طيب شباب، وايرلس ستاندرد، نروح إلى هنا ونشوف. أول حاجة بكل بساطة معانا الشكل التالي،
الفريكوانسي and speed and the range and the signal. معيار IEEE Institute of Electronic and Electrical Engineer 802.11x بالشكل التالي يشتغل. نعمل الجدول الثاني. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. عندي 802 11 ده رقم المعيار A. كمان 802 11 عندي B. عندي 802 11 G. 802 11 N. اوكي نشوف في الفريكوانسي يشتغل 5.75 حتى 5.85 جيجا هرتز. اوكي هنا هذا في مسألة قلنا الفريكوانسي. طيب عندي هنا فين وير اللينك هذا؟ اوكي في البي فين الماوس؟ اوكي اوكي في البي شباب عندي 2.4 جيجا هرتز، عندي في الجي كمان 2.4 جيجا هرتز، وعندي في الـ N 2.5 حتى 5 جيجا هرتز. ده في مسألة الفريكونسي صح؟ يعني كده نيجي للسبيد. طبعا رسمنا الجدول غلط فمنزاح، يعني كل واحد منزاح في الثاني. فعندي الـ A 54 ميجا بايت بير سكند بالنسبة للسبيد، وعندي البي 11 ميجا بايت بير سكند، وعندي الجي 54 ميجا بايت بير سكند، وعندي الان 300 ميجا بايت بير سكند، عفوا كده ميجا بايت بير سكند. عندي الرينج نشوف الرينج في الـ A عندي حتى 50 فيت 50 قدم، لكن في الـ B بيوصل حتى 150 قدم، بينما الـ G 50 قدم لكن الـ N بيوصل حتى 175 قدم. أوكي؟ طيب في مسألة السيجنال أو في مسألة الـ يعني مسألة السيجنال يعني الإشارة، عندي في الإشارة هنا DSSS وهنا DSSS، هنا كمان DSSS وهنا DSSS، ليش كلهم ما يشتغلوش FHSS؟ لأن دي الإشارة تشتغل مع تقنية الأد هوك، وهذا يشتغل مع تقنية إيش؟ الإنفرا الإنفراستركشر، بمعنى محتاج يرتبط على عدد أجهزة كبير. فعشان كده نحن نشوف يعني اغلب الاجهزه الان الحديثه الموجوده في السوق اللي هي عباره عن الوايرلس، فكلها عباره عن ان،
فنطاق المعيار ان اكبر من نطاق المعيار جي، يعني 802 11 جي. فنحن نشوف المعيار ان شكل نطاق اكبر، 802 11 ان. اوكي، هذا كان بالنسبه للوايرلس ستاندرد اللي هو هنا. طيب شباب، يعني انتهينا من الوايرلس ستاندرد، نشوف الخطوه اللي بعد ايش. هناك مجموعه من الامور التي لازم ان تتوفر عند بناء ماوس اختبئ كل مسألة. اوكي، هناك مجموعه من الامور اللي لازم تتوفر عند بناء شبكه لاسلكيه. اول شيء اللي هو عباره عن ايش، SSID، ما يسمى بالاشاره Surface Set Identification. ايش هو الاس اس اي دي؟ بكل بساطه هنا عندك شخص عنده لابتوب، وعندك هنا كمبيوتر A، كمبيوتر B، كمبيوتر C، كمبيوتر D، وعندي هنا مثل ممكن يكون ADSL router SSID. فأنت بكل بساطة محتاج تضبط الـ SSID في كل كمبيوتر عشان الإشارة. الـ SSID هو عبارة عن اسم الإشارة، وليكن مثلا اسمه عدن. فأنت لما بتلصي في الجهاز ده لازم تضبط حاجة اسمها SSID وتكون اسمها عدن. وكمان هنا عندك SSID يكون اسمها عدن، كمان هنا نفس الشيء SSID يكون اسمه عدن. فانت ربطت كل الاجهزه ب SSID، وكمان نفس الشيء للشخص ده اللي انت محتاج تبوت له لازم تضبط له ال SSID. اوكي، ال SSID هو عباره عن النتورك نيم، عن اسم الشبكه. وطول ال SSID عباره عن 32 بت. فاليو. اوكي؟ ده بالنسبة لموضوع الـ SSID. نشوف كمان مجموعة من الأمور التي لازم تتوفر ولازم نركز عليها. ما يسمى ايش؟ بالويب. اوكي؟ هو عبارة عن أحد أنواع أو بروتوكولات التشفير. حقيقة هو عبارة عن بروتوكول تشفير، ونشوف كيف يشتغل الويب. نفس الشيء عندي هنا مجموعة من الأجهزة، وعندي هنا جهاز اللي يكون مثلا ADSL، عندي SSID. طيب شباب، حتى في موضوع الاس اس اي دي، حقيقة انا يعني فور مور سكيور، كسكيورتي افضل، كسكيورتي اقوى عشان الوايرلس. كل النتورك الاس اس اي دي، يعني الشركات المصنعة عادة لما تصنع جهاز اي دي اس ال راوتر او وايرلس ديفايس تعتمد اس اس اي دي واحد، بمعنى نتورك نيم واحد. مثلا شركة لينكسس بتسمي الديفايس لينكسس نسبة الى الشركة المصنعة تي بي لينك، بتسمي الجهاز تي بي لينك. وما ينصحش انه اول شيء بعد ما تشتري الجهاز لازم تعمل له كونفجريشن تروح تغير اسم الاس اس اي دي، لانه اي هكر في العالم، اي شخص في العالم عنده بيزك نوليدج في النتوركينج او في الكمبيوتر قادر يعرف كل شركه، او عارف كل شركه ايش اسم الاس اس اي دي تبعه في شبكات الوايرلس، فانت تصبح لقمه سهله له. طيب، فعندي في مساله الويب، الويب بروتوكول نشوف كيف يشتغل. فهو يدعم او يقوم بعمليه تشفير من 64 بت اور 128 بت
اوكي، فعندي كي هنا، عندي كي، دي شبكات أجهزة مربوطة لاسلكيا مع الـ ADSL. اوكي، فأنا محتاج عشان أدخل الوايرلس في السيناريو الأول في الـ SSID كنا ندخل مجرد ما نعرف بس النتورك نيم أو اسم الـ SSID كنا نعمل كونكت، بس هنا حتى لو عرفنا الـ SSID فنحن محتاجين نعرف ايش الكي، فلازم انا اروح على كل جهاز واعمل لي ايش كي، يعني كي هنا وكي هنا وكي هنا وكي هنا وكمان ايوه في كل واحد كي. فالشخص الهاكر ده لو اراد انه يسوي عملية اتاك او عملية هجوم ما بيقدر يدخل. ليش؟ لانه حقيقة هو مطالب بايش؟ مطالب يعرف حاجة اسمها كي. اوكي؟ فبما يعرفش يعني المفتاح اللي انت مشفر له، فهو بكل بساطة يسوي عملية تشفير، مثلا كلمة هاي يروح يغير لك اياها بالشكل التالي. والجهاز يرجع يفتحها ثاني مرة، يحولها الى هاي. ده بكل بساطة. بس اللي نشي نقوله انه بروتوكول ويب ناقص على شيء اللي هو نو اتنتوكيشن، نو اتنتوكيشن. اوكي، في مسألة الويب ينقص نحن الاتنتوكيشن، فجابوا لنا بروتوكول تاني اسمه WPA Wi-Fi Protected اكسس. كيف يشتغل الويب؟ كيف يشتغل الويب؟ بكل بساطة نفتح تاب جديد بس عشان نشوف كيف يشتغل الويب. او ال WPA عفوا بروتوكول كيف يشتغل. ما يميزه عن الويب او خلينا نعمل ضده، نعمل الشكل الثاني كده. ما يميزه بكل بساطة في الـ WPA عندي الامور التالية، عندي دايناميك، دايناميك كيز مش كي، كيز صح، بينما عندي بالويب عندي كي واحد، بمعنى عندي 1 كي. اوكي، عندي هنا يونيك، مسألة الديناميك كيز انه بيكون بيغير في كل فترة مفتاح، ومسألة اليونيك كي او اليونيك كيز انه كل كمبيوتر بيكون يحصل على كي مختلف من الكي الثاني، على عكس او على غرار الويب. فالويب كل جهاز حاصل على نفس الكي، لكن بالـ WPA كل جهاز عنده كي مختلف، وبالويب عندي كي واحد بينما هناك عندي دايناميك كي، بمعنى عندي اكثر من كي، الكي بيتغير كل فتره. وعندي اهم حاجه اللي عباره عن الاوثنتيكيشن، عباره عن الاوثنتيكيشن. ايش هو الاوثنتيكيشن؟ هنا لما كان الشخص يسوي عملية ايش؟ ارسال او محاولة عملية وصول الى الجهاز، فكان مجرد ما يكتب الكي يسوي له عملية ولوج دخول،
يعني يتمكن من عملية الدخول، صح؟ لكن هنا لا، في الـ WBA ايش اللي بيصير؟ بيطلب منه يوزر نيم، بيطلب منه ايش؟ باسورد. هذا ما يسمى بالايش؟ بالاثنتيكيشن. فبالـ WBA هي اكثر سيكيورتي من الويب. حقيقة الويب هو عبارة يعني ما يستخدم في عملية التشفير وما صممش لهذا الغرض يعني، فما نقدر يعني نقول عليه انه يعني ما ينفع او امور او حاجات زي كذا، فهو ما صممش لهذا العمل، فهو مصمم عشان عملية تشفير بيانات. فانت بكل بساطة قادر على انك يتحفز بروتوكول اي بي سيك عشان تقوم بتحفيز بياناتك في كلا الشبكتين. طيب نرجع على البلوتوث، نشوف البلوتوث. شوف البلوتوث، نفتح هنا. بلوتوث في اول حاجة اسمه ايش؟ فريكوانسي. والشيء الثاني عند السبيد، والشيء الثالث عند الرينج، والشيء الرابع عند ايش؟ عند السيجنال. في مسألة الفريكوانسي عندي 2.45 جيجا هرتز، في مسألة السبيد عندي 1 ميجا بايت بير سكند، في مسألة الرينج عندي 30 فيت 30 قدم. نوع السيجنال هنا بلوتوث، فبما انه بلوتوث فبيستخدم اف اتش دبل اس، اوكي، لانه بلوتوث. وحقيقة البلوتوث يشتغل على وضعيتين، وضعية ماستر ووضعية سليف. نشوف كيف. عندي جهاز هنا بلوتوث وليكن ماستر، عندي هنا برينتر، وعندي هنا وليكن مثلا ايباد، وعندي هنا مثلا سمارت فون، عندي هنا ايفون، اوكي. فكل واحد منهم كونكت مباشرة على الماستر. دونا حقيقة بيمثلوا لي سليف، اوكي. دي الاجهزة يعني كده كده كده، دونا كلهم بيمثلوا لي وضعية ايش؟ بيمثلوا لي وضعية سليف. والجهاز ده بيمثل لي وضعية الماستر. ففي دي الحالة عندي البلوتوث يقدر يستقبل 1 ماستر و7 سليف، اوكي. هناك مجموعة من الخطوات انه انت لما تعمل كونكت في البلوتوث تطلع، ايش هي الخطوات اللي تطلع؟ نشوف الان. اول حاجة في المرحلة الاولى الديفايس ديسكفري، بمعنى لما بتبدأ تلصق البلوتوث فبيبدأ بيسوي عملية استكشاف للجهاز. الخطوة الثانية نيم ديسكفري، في الخطوة الثانية بيروح بيسوي عملية استكشاف للنيم. حتى لا أكون قد أغفلت، في مسألة الديفايس ديسكفري
هو بيسوي عملية برودكاست للماك تبعه، بيرسل الميديا اكسس كنترول الخاص بالبلوتوث، لانه كل بلوتوث له ماك ادرس. في المرحلة الثانية النيم ديسكفري بيسوي عمليات كشف او بحث عن الاسم. في المرحلة الثالثة بيسوي عملية ايش؟ سيرفيس ديسكفري، بمعنى بيروح بيستكشف على نوع او طبيعة الخدمة اللي محتاج تستعملها. اوكي، فهذا كان بالنسبة للبلوتوث. معيار البلوتوث 802 15، ده المعيار حق البلوتوث. يعني كده انستيتيوت اوف الكترونيك اند الكتريكال انجينير اي تريبل اي. طيب الوايرلس كونفيجريشن تاسكس، عندي مجموعة من الأمور أو مجموعة من الخطوات اللي لازم أعملها عشان أعمل وايرلس كونفيجريشن. يعني عشان أستعمل الوايرلس كونفيجريشن هناك عندي مجموعة من الأمور أو من الخطوات. إيش هي الأمور دي؟ نرجع ونشوفها هنا. فهي حقيقة عبارة عن نوعين من الخطوات، ونبدأ نرسم ونشوف. النوع الأول عندي مثلا ADSL router، اوكي. فانا محتاج عشان اعمل configuration للراوتر، محتاج ان انا استعمل بعض الامور. معروف شباب انه الراوتر انت لما تشله من الشركة المصنعة يكون له، يعني حقيقة الراوتر يعني هو عبارة مش جهاز كمبيوتر، يعني مالوش شاشة عشان انت تبرمجه. البعض بيقول كيف ببرمجه، بيقول لك بكل بساطة هو داخلته عبارة عن ويب سيرفر. ايش معنات ويب سيرفر؟ بمعنى داخلته ويب سايت او موقع، وانت تعمل عملية لوج لهذا الموقع او هذا الويب سايت باتباع الديفولت سيتنج او باتباع الجايد اللي تواجه من الشركة. فبكل بساطة انت محتاج كمبيوتر حتى تكونكت على الـ ADSL وتسوي عملية ايش؟ configuration. اوكي؟ حقيقة هناك ديفولت، يعني ديفولت سيتنج. اول حاجة محتاج تعرف الاي بي ادرس HTTP نقطتين فوق بعض، وليكن 192.168.1.1. اغلب الشركات المصنعة تستخدم هذا الاي بي ادرس. اوكي، كيف انا بعرف الاي بي ادرس؟ اما بيكون موجود او ملحق في اسفل الاي دي اس ال راوتر، او عن طريق الجايد او الكتيب اللي يجي مع الجهاز. الخطوة الثانية انا بعمل سيت SSID، بقوم بوضع النتورك نيم. ومعروف شباب انه النتورك نيم عادة كل الشركات يكون لها نتورك نيم واحدة، صح؟ او الديفولت كونفيجريشن. فانا بسوي عملية رفض للسيتنج دي، بمعنى الخطوة الثانية بقوم بتغيير اسم الـ SSID او نتورك نيم. الخطوة الثالثة بعمل سيت للريجن، اللي هو عبارة عن الديت اند تايم. فبختار مثلا الكويت والرياض، بختار ساوث امريكا، بختار نورث امريكا الى اخره. الخطوة الرابعة بسوي عملية كونفيج
عمليه كونفجريشن للتشانل، وعدد التشانل هي عباره عن 11 قناه. البعض بيقول ايش بستفيدنا التشانل، انا بقول لك بكل بساطه اذا عندك هنا مثلا نحن عاده هو عاده التشانل يجي مضبط اوتو، فاذا عندك جيرانك عنده وايرلس ويبوت على نفس التردد فبيسبب لك عمليه نزاع او عمليه صراع، فانت مش قادر تشتغل بيناتهم. فهو يختار اشاره مثلا او يختار تشانل يعني خاص فيه، وانت تختار تشانل مخالف مغاير حتى تشتغلوا مع بعضكم البعض بدون اي انزعاج. الخطوه الخامسه عباره عن الاكسس ليست، وهذا الامر اوبشنال بمعنى خياري. ايش هو الاكسس ليست؟ اللي هي عبارة عن قائمة الوصول، فأنا باحث فور مور سكيورتي يفترض انه نتبعه، بمعنى انه بروح احط الماك ادريسز او ايش هي الكمبيوترات المخولة في عملية الوصول والدخول الى الاي دي اس ال راوتر. الخطوة السادسة بسوي عملية انيبل للويب بروتوكول، بمعنى بسوي عملية سي للكي، بحط مفتاح او رقم سري. حتى في مسألة الـ SSID يعني انا بانصح انه تكون الـ SSID مخفية او هيدن. فانا عندي لاب على الوايرلس بسجلها بعد هذا الفيديو ان شاء الله بتكون ملحقة فيه. ده الكونفجريشن الاول، واللي عادة بيكون من جهة الـ ADSL لانه عندي نوعين من الكونفجريشن. الكونفجريشن الثاني وعادة بيكون من جهة الكمبيوتر، قلنا ممكن الكرت يكون بلت ان وممكن الكرت يكون USB. فعندي برضو مجموعة من الامور لازم تتوفر. اول شيء قال لك insert او install next نتورك انترفيس كارد اول شيء، وبعدين بعمل عملية انستول سوفت وير، بمعنى بسوي له عملية تعريف او درايفر. الخطوة الثالثة بعمل سيت اس اس اي دي، ولازم الاس اس اي دي اللي هنا يكون نفس الاس اس دي في الجهة دي. الخطوة الرابعة بقول له سيت شانل، القناة اللي بتكون هنا بيكون نفسه هنا. الخطوة الخامسة اللي هو عبارة عن الانيبل ويب، نفس الكلام هنا الكي اللي بينحط هنا يكون مساوي للكي اللي بينحط من جهة الـ ADSL. دي الخمس الخطوات او النوع من الكونفجريشن التي واجب انها تتوفر في مسألة الكونفجريشن في حالة الوايرلس. طيب عندي هنا مجموعة من الامور التي يعني بتساعدنا في مسألة عملية الدعم والترابل شوتينج الخاصة في الوايرلس، يعني كيف عارفين نحن انه تكون هناك في نوع من التشويش او نوع من الضوضاء في مسألة لما بننصب وايرلس، يعني احتمال التشويش كبير. فهم متصلين عبر جهاز وايرلس، فنحن عارفين انه التردد اللي شغال عليه هو 2.4 جيجا هرتز، صح؟ طيب في بعض الامور او مجموعة من الامور اللي بتسوي لي عملية تشويش عبارة عن الكوردلس فون، كوردلس فون، والشيء الثاني عبارة عن الوايرلس تي في ديسكفري،
الوايرلس تي في ديسكفري. اوكي، ايش معنى ده الكلام ده؟ اذا كان عندك كوردلس فون وعندك شبكة لاسلكية، فلما بتكون ترفع التلفون بتسمع صوت تك 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 تك، فلانه بيبوت على نفس القناة 2.4 جيجا هرتز اللي بيبوت عليها الوايرلس. فكيف الحل؟ كيف بتسوي له عملية ترابل شوتينج؟ انه تروح الوايرلس نتورك تخليه على تشانل مختلف، او الكوردلس فون يبوت على تشانل مختلف، هنا تكون انحلت المشكلة. بس المشكلة الكبرى اذا كان عندك وايرلس تي في، بعد تسمع التلفزيون يقول لك بوك 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 بوك، يطلع لك اصوات زي الانفجارات. وذي الحل ان الوايرلس تي في ما يبوتش على اكتر من تشانل، على تشانل واحدة، بمعنى انه لازم تغير من جهة ال SSID. اوكي، طيب لما يكون عندي غرفة، عندي مبنى او غرفة، خلينا نقول غرفة، انا فين بحط الوايرلس؟ عندي هنا مكاتب، عمال، موظفين، انا فين بحط الوايرلس ديفايس في المبنى؟ مكان اختيار الوايرلس هو اللي بيساعدنا في هذه الامور، يعني هو اللي بيساعدنا في يعني في تغطية المكان بشكل جيد، لانه حقيقة هناك مجموعة من الامور اللي لازم تنتبه له. واحد اللي هو عبارة عن الاي ام اي، رقم اثنين اللي هو عبارة عن الانتينا، رقم ثلاثة اللي هو عبارة عن ايش؟ بليسمنت. اوكي؟ اي ام اي ده اللي كنا نتكلم عليه، اللي هو عبارة عن الكوردلس فون والتي في وايرلس. مسألة الانتينا هو عبارة عن، بيكون عبارة عن جي او عبارة عن ان، يعني اكبر تغطية او اقل تغطية. مسألة البليسمنت اللي هو عبارة عن ده، فين بتحط مكان الوايرلس. فانا بقول لك بكل بساطة، انت روح تعال هنا وحط الوايرلس، تمام؟ فهو في ذي الحالة بيسوي لك عملية تغطية لجميع الغرفة، وما تحطوش في مكان منخفض، لازم تحطه في اعلى الغرفة. ليش؟ كل ما ارتفع كل ما غطى بالشكل المطلوب، وكل ما انخفض كل ما قدرش يغطي بالشكل المطلوب. اوكي، يعني كل ما ارتفع كل ما شاف عدد اجهزة اكبر. حتى الشباب، لا اكون قد اقفلت مكان الوايرلس كانتينا في اللابتوب، هذا عندي لابتوب كوايرلس انتينا، فين بيكون؟ كتشيبسيت كرقاقة، فهو موجود في المادر بورد، بس كأنتينا هو موجود في أحد الأطراف، إما هنا أو إما هنا، لأنه لما بينطبق اللابتوب أو لو كان الأنتينا هنا فهو ما يقدرش يسوي عملية مسح. أوكي؟ فلازم يكون في الأعلى حتى يقدر يسوي عملية مسح بشكل إيش؟ أفضل أو بشكل أحسن. أوكي؟ إلى هنا تم الانتهاء من الوايرلس نتورك ستاندرد. أشكركم على حسن الاستماع، وطيب الله أوقاتكم، إن شاء الله نلقاكم في حلقة أخرى.